أهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناة برايفت ماس ليسونز. Today إن شاء الله هناخد ليسون 2 اللي بعنوان زي إريا الدرس بتاعنا النهارده يا أولاد درس مهم جدا زي الدرس بتاع البريمتر بالظبط. عايزين في الأول نعرف يعني إيه أريا. تعالوا بصوا معايا على الشكل ده. الفيجر ده عبارة عن ركتانجل. الركتانجل ده الدرس اللي فات عرفنا إزاي نجيب له البريمتر بتاعه. وقلنا إن البريمتر عباره عن الديستانس اراوند ذا شيب يعني كل السايدز دي كده السايد ده والسايد ده والسايد ده والسايد ده, ده لما اعمل بلس للينسز بتاعتهم بتديني حاجه اسمها البريمتر يبقى البريمتر ده بقيس بيه كميه الديستانس يعني ايه كلمه كميه الديستانس؟ يعني هاو ميني ميترز اور هاو ميني سنتيمترز اراوند ذا شيب يعني الشيب ده الحته اللي حواليه دي كام سنتيمتر؟ يعني بنقيس لينس. طيب جميل قوي، ايه بقى حكاية الاريا دي؟ كلمة اريا حقيس بيها ايه؟ يعني الشكل ده كده لما أقول عايز الاريا بتاعته يبقى حجيب له ايه؟ لما نقول عايزين الاريا يبقى احنا عايزين نعرف السرفس ده قد ايه؟ كلمة سرفس يعني سطح، يعني السطح اللي جوه ده قد ايه؟ هتيجي تقولوا لي يا مستر طب احنا هنقيسه ازاي؟ احنا كل اللي معانا المسطرة، الرولر، ازاي اقدر اقيس الحتة اللي جوه دي بالرولر؟ دي مساحة، ده اقيس السطح ازاي؟ هل هنعد النقط؟ النقط اللي موجودة دي هنعدها ونقول إن عدد النقط دي هي دي الاريا؟ يبقى أنا عندي مشكلة كبيرة جدا في موضوع الاريا، هقيسها ازاي؟ عشان نعرف نقيسها هنقسم السطح لمجموعة من السكويرز، أدي سكوير أهو شايفينه، السكوير ده كده هاخد السكوير ده واشوف السطح كله او السرفس كله فيه كام واحد من السكوير ده. نبص كده نلاقي هنا 1 2 3 4 5 اند ايه؟ اند 6 يبقى الاريا بتاعت الشكل ده عباره عن 6 يونتس من السكوير ايه؟ من السكوير ده. يبقى انا يا اولاد عشان اقيس الاريا بقيسها بشيب لازم اجيب شكل والشكل ده اقعد اكرره على كل السيرفس واشوف السيرفس ده او السطح فيه كام شكل من الاشكال دي طيب ناخد حاجه تانية لو انا عندي الريكتانجل ده عايزين نجيب الاريا بتاعته هنعمل ايه اول حاجه لازم اجيب اليونت اللي هقيس بيها هنا اليونت بتاعتنا هنعتبرها الجزء ده يبقى الشكل ده فيه كام واحده من دول ادي كده 1 2 3 فور اند ايه اند فايف يبقى الاريا بتاعته او المساحه بتاعته او الاجزاء اللي هقدر اغطي بيها عباره عن ايه عباره عن فايف من الايه من الشكل ده يبقى الاريا بتاعت الشكل ده ايكوال فايف من الايه من اليونتس دي جميل قوي طب تعالوا نبصوا على الفيجر ده الفيجر ده يا اولاد انا هقيس الاريا بتاعته باليونت دي نروح نعمل ايه اروح اعد أشوف الشكل كله هقدر أغطي السطح بكام واحدة من دول؟ يلا نعد أدي 1 2 دي بس بالشقلوب 3 4 5 6 7 آند إيه؟ آند 8 يبقى الأريا بتاعته عبارة عن إيه؟ أو السطح بتاعه أو كمية السطح يا أولاد يعني كمية السطح لما يكون السطح كبير أو هو كبير يبقى الكمية بتاعة السطح كبيرة هنا الاريا ب 8 طب يلا نشوف الشكل ده لو عايز احسب الاريا بتاعته عن طريق الاجزاء ديت في كام جزء من الاجزاء ديت نيجي نعد ادي 1 2 3 4 5 اند 6 يبقى الاريا بتاعت الشكل ده عباره عن 6 يونتس من الايه من اليونت ديت جميل قوي يبقى احنا يا اولاد عرفنا دلوقتي ان الاريا اوف ا فيجر عباره عن ايه؟ is the number of the area units it takes to cover this figure. يعني الاريا عباره عن عدد اليونتس الصغيره اللي اقدر اغطي بيها الشكل كله. هقولها تاني. الاريا عباره عن عدد الاشكال الصغيره ديت اللي ممكن اغطي بيها الشكل كله. طيب جميل قوي. هتقابلنا بقى مشكلة تانية يا أولاد، أنا عايز أعرف مين الكبير، هل الشكل ده الكبير الأريا بتاعته كبيرة ولا الشكل ده الأريا بتاعته كبيرة؟ هتقولي يا مستر هنا موجود 6 وهنا موجود 5، يبقى أكيد ده الكبير، أقول لكم خدوا بالكم يا أولاد، ده ده اليونت مختلفة، لازم عشان أقارن ما بين شكلين وأقول إن الأريا بتاعت ده أكبر من الأريا بتاعت ده، لازم يكونوا نفس اليونت. لازم اقارن بنفس الايه؟ اليونت يعني نشوف ده في قد ايه من اليونت سي دي وساعتها نعمل مقارنه سليمه يبقى لازم دلوقتي نختار يونت واحده نتفق عليها هي دي اللي هنقيس بيها الاريا على طول في كل الاشكال واليونت اللي هنختارها يا اولاد هي اليونت اللي على شكل سكوير يعني هنا انا عندي يونت والثانيه والثالثه والرابعه مين اللي هنختارها ونشتغل عليها على طول؟ هنشتغل باليونت دي اللي على شكل سكوير. وعشان كده لما تيجي تشوفوا الرسمه بتاعت الشكل يا اولاد شايفين ادي واحد اهو بيغطي السرفس بايه؟ بمجموعه من السكويرز. يعني السرفس ده او الحيطه دي لو انا عايز اشوف الاريا بتاعتها قد ايه؟ اروح اشوف ممكن اغطيها بكام سكوير من ايه؟ من دول. طيب هل السكوير ده يا اولاد اي سكوير ولا لازم يكون سكوير ليه مواصفات معينه السكوير اللي هنختاره عشان نشوف بيه الاريا ده سكوير ليه مواصفات معينه ايه السكوير ده بقى لو انا عندي حاجه صغيره وعايز اقيس السطح بتاعها هنعمل ايه هنجيب سكوير السايد بتاعه 1 سنتيمتر والسايد ده كمان 1 سنتيمتر. سكوير السايد لينس بتاعه 1 سنتيمتر. طب هنسميه ايه بقى السكوير ده؟ هنسميه سنتيمتر سكويرد. يعني لما تيجي تسمعوا كلمة سنتيمتر سكويرد أو سكويرد سنتيمتر تيجي في دماغكم على طول اليونت اللي إحنا بنقيس بيها الأريا اللي على شكل مربع صغير. ممكن برضه يا أولاد تلاقوا حاجة تانية. بدل ما نكتب سنتيمتر سكويرد بنعملها كده سي ام ونحط عليها فوق 2 لما تشوفوا النمبر 2 اللي فوق ده تعرفوا ان هي ايه اليونت بتاعت الاريا يبقى ال1 سنتيمتر سكويرد ده او السكوير اللي السايد بتاعه 1 سنتيمتر ده يونت بقيس بيها الاريا ودايما بنخليه للاريا الصغيره او الاشكال اللي احنا بنرسم بيها في الايه في الورقه بتاعتنا طب لو انا عندي اريا كبيره زي ايه الاريا الكبيره زي الشقه او الاوضه اللي انا قاعد فيها الاوضه اللي انا قاعد فيها دي كبيره لو انا جبت سكوير سنتيمتر من ده عشان اقعد اغطي بيها الارضيه عندي بتاعه الاوضه هحتاج منه كتير قوي يبقى احنا هنحتاج يونت اكبر من ده ولازم اليونت دي برضه تكون على شكل سكوير هنعمل ايه هنجيب سكوير كبير السكوير ده كده الصيد بتاعه هيبقى 1 متر والسايد ده هيبقى 1 متر ده يبقى سكوير كبير وهنسميه 1 متر سكويرد يعني مربع السايد لينس بتاعه 1 متر بستعمله في ايه؟ بقيس بيه الاريال اكبر شويه طيب لو انا عندي مثلا مكان كبير قوي ارض كبيره جدا او محافظه كبيره او بلاد ازاي بنقيس بقى البلاد؟ بقيس الاريا بتاعتها ازاي؟ بنقيس الاريا بتاعتها بسكوير كبير بيبقى السايد بتاعه 1 كيلومتر اوكي وعندي بردك يونت ثانيه بنقيس بيها الحاجات المتوسطه اللي هي الايه الديسيمتر سكويرد ده سكوير ما بين ده وما بين ده بيبقى اكبر شويه والسايد ده بيبقى 1 ديسيمتر او 10 سنتيمتر لان ال1 ديسيمتر هو 10 سنتيمتر طيب نلخص الكلام اللي قلناه ده يا اولاد انا عندي عشان اقيس الاريا محتاجين نتعرف على يونت اقيس بها الاريا اليونت دي يا اولاد اتفقنا ان هي تكون على شكل سكوير السكوير ده ممكن يكون منه صغير بنسميه السنتيمتر سكويرد وده بقيس بيه الاريا الصغيره أوي لو عندي اريا اكبر شويه هنستعمل اليونت اللي اكبر شويه اللي اسمها ديسيمتر سكويرد لو عندي حاجات اكبر زي مثلا هقيس مثلا مساحه شقه او مساحه مثلا ارض صغيره هنقيسها بالمتر سكوير لو انا عندي بلاد او عندي مدن بنقيسها بالايه بالكيلومتر ايه سكوير طالما مع بعضينا يا اولاد نشوف السلايد المهمه دي احنا هنا عايزين نتكلم عن ايه خلاص احنا عرفنا ان انا الاريا بقيس بيها كميه السرفس السرفس بتاعي قد ايه وان احنا محتاجين يونت ليها شكل مناسب عشان اعرف اقيس بيها وعرفنا ان انسب الاشكال اللي ممكن نستعملها عشان نقيس بيها الاريا هي السكوير واتفقنا على كده خلاص هيبقى السكوير هو اللي هقيس بيه الاريا. طيب عايزين نشوف بقى هنا ايه العلاقه ما بين اليونتس وبعضها. يعني السكوير اللي انتم شايفينه ده السايد بتاعه 10 سنتيمترز طب احنا واخدين ان ال 10 سنتيمترز عباره عن ايه؟ عباره عن 1 دي سي يعني معنى كده يا اولاد ان السكوير ده كله عباره عن 1 دي سي سكويرد يعني ده سكوير واحد السايد بتاعه 1 دي سي احنا عايزين نعرف ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف واتخيل جواه قد ايه من اليونت الصغيره اللي اسمها 1 سنتيمتر سكويرد. تعالوا نبص كده مع بعض، هو لو ده 1 سنتيمتر سكويرد يبقى هنا فيه كام واحد منه؟ ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. زي ما انتم شايفين اهم، عندي 10 سنتيمتر سكويرد. طب احنا خدنا في درس البريمتر ان ال 1 ديسيمتر ب 10 سنتيمتر، هل ده معناه ان ال 1 ديسيمتر سكويرد 10 سنتيمتر سكويرد نفس التحويله ولا هيبقى التحويله مختلفه؟ لما نيجي نعدهم هنلاقي حاجه غريبه قوي هنلاقي ان كل اللي جوه الديسيمتر سكويرد عباره عن 100 سنتيمتر سكويرد. لما تيجي كده نعد كل اللي جوه دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وكده 10 كل دول عباره عن 100 سنتيمتر سكويرد. ويبقى دي اول حاجه عندنا لازم نعرفها ان ال1 ديسيمتر سكويرد ده جواه 100 من السنتيمتر سكويرد يعني لو جات لي اريا بالديسيمتر سكويرد وعايز احولها للسنتيمتر سكويرد لازم نزود ايه تو زيروز في البريمتر احنا قلنا ان الفرق ما بين الديسيمتر والسنتيمتر درجه واحده بزيرو لكن في الاريا هنستعمل دايما تو زيروز الفرق ما بين الديسيمتر والسنتيمتر تو زيروز يعني مثلا لو عندي اريا 5 ديسيمتر سكويرد يعني اقدر اغطيها ب 5 سكويرز كل سكوير 1 ديسيمتر سكويرد 5 سكويرز من دول جواهم كام مربع صغير انا عندي ال1 ب 100 يبقى ال5 بكام ب 500 سنتيمتر سكوير الحتة دي مهمة جدا عشان تعرفكم ان العلاقات ما بين اليونتس وبعضها دايما بنلاقيها بالايه بالهندردز طالما مع بعضنا نتكلم عن الستاندرد يونتس اوف اريا يعني ايه كلمة ستاندرد يونتس اوف اريا ستاندرد يعني كل الناس يا ولاد عارفينها يعني لو انا هقيس اريا هنا وواحد هيقيس اريا في مكان تاني أدي بالظبط احنا الاثنين هنطلع نفس الفاليو لإن إحنا متفقين على يونت أوف ميجر معينة، إحنا متفقين على نفس اليونت اللي هنقيس بيها. مين هي أول يونت هنتفق عليها في القياس؟ اللي هي السكوير سنتيمتر اللي هو عبارة عن سكوير السايد لينس بتاعه 1 سنتيمتر ولما بنيجي نرمز ليه بنرمز له كلمة سي إم سكوير. طيب مين تاني يونت اللي هي أكبر شوية؟ اللي هو السكوير الاكبر شويه اللي بقيس بيه الاريا اللي اكبر شويه بنسميه السكوير ديسيميتر اللي هو ديسيميتر سكويرد طيب ده عباره عن ايه عباره عن سكوير السايد لينس بتاعه 1 ديسيمتر من شويه شفنا الرسمه بتاعه التحويله وعرفنا ان الديسيميتر سكويرد جواه هندرد من السنتيمتر سكويرد طب جت منين جت من ان الديسيميتر سكويرد ده التو دايمنشنز بتوعه، مين هما الدايمنشنز بتوعه؟ اللينس والويدز. هو سكوير فبيبقى اللينس قد الويدز عبارة عن ديسيمتر وديسيمتر. والديسيمتر ده في 10 سنتيمترز والديسيمتر ده في 10 سنتيمترز. يبقى الاثنين دول لما أجي أعمل لهم تايمز يبقى جواه 100 سنتيمترز. أوكي؟ طيب، إيه اليونت اللي أكبر من كده اللي هي بنسميها ستاندرد يونت؟ وبنتعامل فيها في الاريا الاكبر اليونت الاكبر من كده اسمها الميتر سكويرد او السكوير متر دي اريا اكبر شويه طب الاريا دي يا اولاد جواها كام سنتيمتر سكويرد الصغيرين دول هنلاقي بقى حاجه غريبه قوي هو الميتر سكويرد ده عباره عن ايه؟ عباره عن 1 متر وسايد تاني 1 متر السايد اللي هو ال 1 متر في قد ايه من السنتيمتر من الدرس بتاع البارامتر ال1 متر ايكوال 100 سنتيمترز وال1 متر ده في انذر ايه انذر 100 لما نيجي نعمل لهم هما الاثنين تايمز يديني قد ايه 10000 ايه سنتيمترز يبقى لو انا عندي حاجه جات لي بالمتر سكويرد وعايز احولها لسنتيمتر سكويرد هنحط جنبها كام زيرو زي ما شرحنا قبل كده هنحط جنبها 4 زيروز لكن في الدرس بتاع اللانس كان الفرق ما بين المتر والسنتيمتر تو زيروز كانوا درجتين كل درجه بزيرو لكن في الاريا هيبقى فور زيروز طيب نيجي اللي بعد كده الاريا بقى الكبيره قوي اكبر اريا عندي اللي هي بنسميها السكوير كيلومتر الكيلومتر سكوير ده مربع كبير جدا بنقيس بيه الكانتريس او بنقيس بيه المحافظات ده عباره عن سكوير الدايمنشنز بتاعته 1 كيلومتر والسايد الثاني 1 كيلومتر طب الكيلومتر الواحد يا اولاد في كم متر؟ في 1000 متر والكيلومتر الثاني انذر 1000 يبقى هما الاثنين دول لما اجي اعمل لهم تايمز يديني 1 مليون يبقى ال1 كيلومتر يا اولاد سكويرد جواه مليون متر سكويرد طبعا حاجه كبيره قوي يبقى انا لو جات لي حاجه بالكيلومتر سكويرد وعايز احولها للمتر سكويرد لازم نحط جنبها 6 زيروز تمام يلا نشوف الشكل الجميل ده اللي هيلخص لنا التحويلات ما بين اليونتس وبعضها او الكونفرجنز بتوين اليونتس. لو انا عندي حاجه جات لي بالكيلومتر سكوير وعايز اخليها متر سكوير الفرق ما بينهم كام زيروز؟ الفرق ما بينهم 6 زيروز دي مهمه قوي لكن في درس الديستانس كان 3 زيروز لو انت هتتلخبط افتكر العلاقه اللي ما بينهم في اللينس واعمل تايمز 2 للزيروز كان في اللنس هنا 3 زيروز يبقى في الاريا 6 زيروز طب الميتر والديسيمتر في اللنس كان الفرق ما بينهم 1 زيروز يبقى في الاريا الفرق ما بينهم 2 زيروز طيب ما بين الديسيمتر والسنتيمتر قبل كده كان الفرق ما بينهم زيرو في اللنس كان الديسيمتر في 10 سنتيمتر هنا في الاريا الديسيمتر سكويرد جواه 100 سنتيمتر سكوير طيب ما بين السنتيمتر والمليمتر كان في اللنس السنتيمتر الواحد كان موجود فيه 10 ملم طب في الاريا المربع اللي هو سكوير سنتيمتر جواه 100 ملم ايه سكوير والعكس طبعا يعني لو جت لي حاجه بالملمتر سكويرد وعايز اجمعها اعرف فيها كم سكوير من السنتيمتر نعمل ديفايدد 100 يعني كده بنمشي بنزود زيروز ولما بنيجي نرجع لليونت الكبيره بنشيل زيروز نيجي نشوف مع بعضينا يا اولاد ازاي نجيب بقى الاريا بتاعه السكوير هنيجي نشوف دلوقتي مجموعه سكويرز مختلفه وهنطلع الارياز بتاعتها وهنحاول نجيب لو او قانون نطلع بيه الاريا لاي سكوير على طول تعالوا مع بعضينا نشوف الثري سكويرز دول ونتكلم عنهم دول عباره عن ايه ده سطح عباره عن سكوير وده سطح اكبر منه شويه وده سطح اكبر منه شويه كل سكوير من دول عايزين نجيب له الاريا بتاعته هنعمل ايه هنشوف ايه هي عدد السكويرز اللي, اللي بتغطي الاريا دي السكوير اللي هي الستاندرد اللي احنا متفقين عليها بنقيس بيها الاريا نيجي نبص هنا 1 2 3 4 يبقى الاريا بتاعت ده عباره عن ايه عباره عن 4 طيب تعال نشوف الاريا بتاعت السكوير ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى الاريا عباره عن 9 من السكويرز ديت طب الاريا بتاعت ده لما نيجي نعدهم نلاقيهم كام؟ نلاقيهم 16 من السكوير اللي, اللي اسمه 1 سنتيمتر ايه؟ سكويرد. يبقى اول شكل الاريا بتاعته 4 سنتيمتر سكويرد. والشكل ده الاريا بتاعته 9 سنتيمتر سكويرد. والشكل ده الاريا بتاعته 16 سنتيمتر ايه؟ سكويرد. طيب هل في علاقه يا اولاد ما بين الاريا اللي انا بجيبها والسايد لينس دي حتة مهمة أوي بقى عايزين ناخد بالنا هل النمبرز دي اللي طلعت ممكن أجيبها بسرعة لو أنا بصيت للسايدز بتاعت السكوير لما نيجي نبص هنا هي الفور دي بتيجي منين هو أنا لو جيت عملت 2 تايمز 2 مش هيديني الفور اه هيديني الفور طب نيجي نبص على الشكل ده الاريا بتاعته كام طلعناها ب9 الله ده انا عندي هنا 3 و3 يعني الصيد والصيد اللي زيه بالظبط لو جينا عملنا 3 تايمز 3 مش هيديني 9؟ اه هيديني 9 دي حاجه غريبه قوي ده الصيد لما اعمل له تايمز الصيد بيديني الاريا طب نيجي نبص هنا هي ال 4 دي لو جيت عملت لها تايمز ال 4 دي مش بيديني 16؟ اه بيديني 16 يبقى انا كده قدرت يا اولاد استنتج قانون اقدر اجيب بيه الاريا بتاعت السكوير لو عرفت الايه؟ السايد بتاعه. يعني لو اداني اي سكوير كبير واداني السايد بتاعه وقال لي احسب لي الاريا بتاعته، هنعمل ايه؟ هقول والله ان الاريا بتاعت السكوير بت السايد لينس تايمز السايد لينس. اوكي؟ يبقى اول قانون هنحفظه في الدرس بتاعنا النهارده. زي القوانين بتاعت البريمتر. البريمتر بتاع السكوير كان عباره عن ايه؟ كان 4 تايمز السايد لينس الاريا بتاعت السكوير بقى عباره عن ايه؟ السايد لينس تايمز السايد لينس او ممكن نقول السايد لينس تايمز اتسيلف اوكي؟ يلا نشوف لو انا عندي اريا شكلها ريكتانجل هنعمل ايه؟ تعالوا نبص هنا كده الاريا بتاعت الشكل ده عباره عن ايه؟ 1 2 3 4 5 and 6 يبقى الاريا هنا عباره عن 6 سنتيمتر سكويرد، يعني ايه كلمة سنتيمتر سكويرد؟ يعني المربع ده كده. طب الاريا بتاع ده عبارة عن ايه؟ يعني عايزين نحسب عدد السكويرز اللي بتغطيه. لما نيجي نعدهم هنلاقيهم 20 سنتيمتر سكويرد. طب يلا نشوف الشكل ده الاريا بتاعته قد ايه؟ يعني ايه كلمة الاريا بتاعته قد ايه؟ يعني عندي كام سكوير صغير من دول بيغطوه؟ نيجي نبص نلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يبقى الاريا بتاعته 12 سنتيمتر سكويرز طيب لحد كده احنا ماشيين بنجيب الاريا بالعد بنكاونت السكويرز وبنعدها هل في علاقه بقى ما بين النمبر ده والسايدز بتاعت الريكتانجل هو الريكتانجل بيديني فيه ايه؟ بيديني فيه لينس وبيديني فيه ويدز عندي ده ب 3 وده ب 2 ايه علاقه ال 6 بال 3 وال 2؟ نلاحظ ان ال 3 تايمز ال 2 يديني ال 6 يعني اللينس لما اعمل له تايمز الويدز يديني 6 طب تعال نجرب هنا هنشوف الكلام ده بيتحقق هنا ولا لا نلاقي ان ال 5 تايمز ال 4 يديني فعلا 20 ونلاقي هنا ان ال 6 تايمز ال 2 ايكوال بالفعل 12 يبقى احنا هنا قدرنا نجيب علاقه ما بين الاريا وما بين اللينس والويدز. ايه هي بقى العلاقه بتاعتنا؟ ان الاريا بتاعت الريكتانجل هتساوي معانا اللينس تايمز الويدز. يبقى لو عايزين نعمل قانون للاريا بتاعت الريكتانجل هنقول ايه؟ هنقول ان the area of the rectangle equal اللينس تايمز الويدز. يبقى ده القانون اللي مهم جدا نحفظه. في الدرس بتاع البريمتر كان البريمتر بتاع الريكتانجل كان بيكوال 2 تايمز وبنأوبن براكت وبنقول اللينس بلس الويدز، لكن في الدرس بتاعنا النهارده الاريا بتاعت الركتانجل على طول باخد التو سايدز بتوعه ونعمل لهم هما الاثنين تايمز. تاني هقولها الدرس بتاعنا النهارده مهم جدا نحفظ القانون بتاع الاريا بتاع السكوير والاريا بتاع الركتانجل، الاريا بتاعت السكوير السايد لينس تايمز السايد لينس والاريا بتاعت الركتانجل عباره عن اللينس تايمز الايه؟ تايمز الويدز نيجي نشوف دلوقتي علاقه جميله قوي ما بين الاريا بتاعت الركتانجل واللينس والويلز. خليكم حافظين يا اولاد شكل البيراميد ده البيراميد ده عباره عن ايه عندي الاي فوق الاي يعني الاريا وعندي تحت ال و w. او ممكن نعكسها ممكن دبليو ال عادي المهم تبقى انتوا عارفين ان الاي فوق لو احنا عايزين الاريا نعمل ايه نقول ال تايمز دبليو طيب لو انا عايز اللينس لو هو اداني الاريا وقال لي هات اللينس اعمل ايه؟ نحط صباعنا كده على ال ال نلاقي مين اللي متبقي؟ ايه وتحتها دبليو، يعني اجيب الاريا ديفايدد الويدز يديني اللينس على طول. طب لو انا عايز الويدز هتبقى الاريا ديفايدد الايه؟ اللينس. برضو الثلاث قوانين دول بيجوا في المسائل بدل ما يديني اللينس والويدز ويقول لي هات الاريا يجيب لي الاريا ويجيب لي واحد منهم ويقول لي هات التاني يبقى احنا هنعمل عملية ديفيجن اخر حاجة عندنا مهمة قوي ان انا وانا بجيب الاريا لازم استعمل نفس الدايمنشنز يا اولاد يعني مثلا يا اولاد لو عندي ريكتانجل اللي هو الريكتانجل اللي مكتوب فيه الايه الريمارك دي لو انا قلت لكم ان الحتة دي كده مثلا عبارة عن 9 سنتيمترز والسايد ده قلت لكم ان هو 2 ديسيمترز اللي هو السايد ده كله ادي الريكتانجل اهو وجيت قلت انا عايز اعرف الاريا دي هل ينفع اقول دلوقتي اللينس تايمز الويز يعني اقول 2 تايمز 9 كده هيبقى غلط كبير ما ينفعش استعمل الديسيمتر مع السنتيمتر في نفس المساله لازم نخليهم نفس اليونت ودايما بنحول اليونت الكبيره لليونت الصغيره في معظم المسائل نشوف ال 2 ديسيمترز فيهم قد ايه من السنتيمترز فيهم 20 سنتيمترز في الدرس اللي فات اه يبقى انا بقى بعد ما جبت ده بالسنتيمتر وده بالسنتيمتر اقدر اجيب الاريا على طول دلوقتي يبقى الاريا بتاعت الايه؟ الريكتانجل ده عباره عن ايه؟ هنقول عباره عن 20 اللي هي اللينس تايمز الويدز اللي هي الايه؟ اللي هي 9 اللي هي 180 سنتيمتر ايه؟ سكوير. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الدرس اول حاجه بيقول لي كومبليت ازنز اكزامبل طبعا الاكزامبل ده يا اولاد مهم جدا عشان بيعلمنا التحويلات ودايما لازم يجي لي مساله في الامتحان عن التحويلات دي يعني الاكزامبل بيقول لي ايه لو انت عندك 4 كيلومتر سكويرد دول جواهم كام سكوير من الصغير اللي اسمه متر سكويرد احنا قلنا ان العلاقه ما بينهم هما الاثنين 6 زيروز ان ال1 كيلومتر سكويرد جواه 1 مليون متر سكويرد يبقى ال4 جواهم قد ايه 4 تايمز 1 مليون يعني نحط جنب النمبر ده 6 زيروز طيب نيجي نشوف هنا 3 متر سكويرد وديسيمتر سكويرد اول حاجه لازم نعرف ايه هو المتر سكويرد ده جواه قد ايه من الديسيمتر سكويرد احنا اتفقنا ان ال1 متر عباره عن ايه 10 ديسيمتر يعني الفرق ما بينهم 1 0 يبقى اليونت بتاعه الاريا هتبقى قد مرتين يبقى ال1 متر سكويرد هيكوال معايا 100 ديسيمتر سكويرد ال1 ب 100 يبقى ال3 متر سكويرد بكام ديسيمتر سكويرد هنزود 2 زيروز جنب ال3 يعني ايه كلمة نزود تو زيروز؟ يعني بنعمل 3 تايمز الايه؟ الـ 100 يلا هنا المتر سكويرد والسنتيمتر سكويرد هو في الدرس بتاع اللينس الـ 1 متر كان فيه كام سنتيمتر؟ كان فيه 100 سنتيمترز يبقى بالنسبة للاريا الـ 1 متر سكويرد طالما دول 2 نخليهم 4 يبقى ايه؟ 10000 سنتيمتر ايه؟ سكويرد يعني هنزود 4 زيروز جنب الايه؟ جنب ال 5 ديت. يبقى هنا عبارة عن ايه؟ 5 وجنبيها 4 زيروز. تبقى 50000 سنتيمتر سكوير. عملنا ايه؟ جبنا ال 5 عملنا لها تايمز الايه؟ ال 10000. جميل يلا هنا. الديسيمتر سكويرد والسنتيمتر سكويرد. الفرق ما بينهم في اللينس كام زيرو؟ الديسيمتر والسنتيمتر زيرو واحد بس. يبقى الفرق ما بينهم في الاريا زيروز عشان ده ينزل لده نزود 2 زيروز جنب النمبر ده يبقى الايت تبقى ايه 800 عملنا ايه جبنا الايت عملنا لها تايمز ال100 طب يلا هنا عشان انزل من متر سكويرد للديسيمتر سكويرد هنحل بسرعه بقى بنزود كام زيروز 2 زيروز يبقى نحط جنب ال7 2 زيروز وعشان انزل من الدسيمتر سكويرد للسنتيمتر سكويرد بنزود كام زيرو؟ برضه 2 زيروز، يبقى حط جنب الـ 700 2 زيروز، يبقى 78، 70,000. ايه يلا اللي بعد كده. اه هنا بقى ناخد بالنا، ده الديسي متر سكويرد هو اللي هيروح للمتر سكويرد. هي العلاقة ما بينهم ومن بعض كانت كام زيروز؟ المتر سكويرد عشان يروح للديسي متر سكويرد كنا بنزود 2 زيروز. يبقى عشان امشي بالعكس، هنريموف 2 زيروز. يعني ال 600 تبقى 6 متر سكوير عملنا ايه؟ جبنا ال 600 كده عملنا لها ديفايدد ال 100 من الصغير للكبير بنعمل ديفيجن لكن من الكبير للصغير بنعمل تايمز يلا هنا هاف كيلومتر سكوير ايكوال كام متر سكوير؟ هو ال 1 كيلومتر سكوير يا اولاد كان في قد ايه من المتر سكوير؟ كان في 1 مليون من المتر سكوير يبقى هاف كيلومتر ايكوال هاف ال1 مليون ال1 مليون نصه كام 500000 يبقى هنا 500000 متر سكوير طب يلا هنا 9 كيلومتر سكوير والديسي متر سكوير اجيب الفرق ما بينهم ازاي هو انا لما بنزل من الكيلومتر سكوير للمتر سكوير بنزود كام زيروز 6 زيروز ومن المتر سكويرد للديسيمتر سكويرد كام زيروز؟ 2 زيروز يبقى ال 6 وال 2 كام زيروز؟ 8 زيروز يبقى هنحط جنب ال 9 8 زيروز يبقى دي كده نحط كده 9 ونحط جنبيها 8 زيروز دول كده من الكيلومتر للمتر وال 2 زيروز دول بتوع من المتر سكويرد للديسيمتر سكويرد طيب نيجي هنا عايز احول من الديسيمتر سكويرد للمتر سكويرد انا هطلع لفوق يبقى نشيل 2 زيروز يبقى انا عندي هنا 27 عملنا ايه؟ قلنا كده 2700 عملنا لها ديفايدد ايه؟ 100 طب يلا هنا من السنتيمتر سكويرد للمتر سكويرد الفرق ما بينهم كام زيرو؟ 4 زيروز انا ماشي من الصغير للكبير يبقى نريموف زيروز يبقى هنا يديني 8. هنا من الصغير للكبير زي دي بالظبط نشيل 4 زيروز يديني 9 هنا من الصغير للكبير هو الكيلومتر سكويرد في كام متر سكويرد في 1 مليون يعني كنا بنزود 6 زيروز لما بمشي بالعكس نشيل 6 زيروز كلمه نشيل 6 زيروز يعني عملنا ديفايد 1 مليون هنا يديني 6 يلا من السنتيمتر سكويرد للديسيمتر سكويرد الفرق ما بينهم قد ايه؟ 2 زيروز يبقى نشيل 2 زيروز يبقى هنا 70 تعالوا نشوف اكسرسايز 2 بيقول لي تشوز ذا سوتبل يونت اوف ميجرمنت اوف ميجرينج ذا فولوينج بتوين براكتس از ان ذا اكزامبل هنا عايزين نعرف ايه هي اليونت المناسبه نيجي نشوف الاكزامبل الاريا اوف يور كلاس روم الفصل اللي احنا بنقعد فيه لما نيجي نقيسه هختار ان يونت هنختار السنتيمتر سكويرد يونت صغيره بنقيس بيها الرسومات اللي احنا بنرسمها في كراستنا يبقى نطلع اكتر شويه اللي هي الميتر سكويرد دايما المتر سكويرد بتبقى قد ايه تقريبا يعني لو انت قاعد على كرسي الكرسي الحته اللي انت قاعد عليه تقريبا كده متر سكوير وطبعا الكيلومتر سكوير دي اريا كبيره جدا طيب الاريا اوف ذا ايسترن ديزرت الصحراء يا اولاد لما اقيس الصحراء هل ينفع نجيب مربع صغير قوي اللي هو السنتيمتر سكوير ده بيه مستحيل هيبقى مش هخلص هيبقى كتير جدا جدا والديسيمتر سكوير ده ده برضه صغير الديسيمتر سكوير ده قد ايه قد الكراسه الصغير قد النوت بوك الصغير قوي يبقى هنا لازم نستعمل ايه؟ الكيلومتر سكوير. طب يلا هنا الاريا اوف يور فوتو الصوره بتاعتنا اللي احنا بنتصورها الاريا بتاعتها السطح بتاعها صغير ولا كبير؟ لا ده صغير. ينفع نقيسه بالمتر سكوير؟ لا طبعا. ينفع بالكيلومتر سكوير؟ لا طبعا. امال نقيسه بايه؟ بالسنتيمتر سكوير. الاريا اوف ذا كاربت ان يور روم الاريا بتاعت السجاده هنقيسها بايه؟ بالكيلومتر سكوير اللي بيقيس بيه الحاجات الكبيره قوي؟ لا طبعا. هل بالمليمتر سكوير اللي دي الحاجات الصغيره قوي قوي لا طبعا امال بالايه بالمتر سكوير طب يلا الاريا اوف ذا بلاي جراوند اوف يور سكول الملعب بتاع المدرسه هل بالكيلومتر سكوير لا طبعا هل صغير قوي قوي لا امال بايه بالمتر سكوير الاريا اوف ذا بيج ان ا ماجازين الاريا بتاعه الصفحه اي صفحه يا اولاد اللي بنرسم فيها ناخدها على طول بالسنتيمتر سكوير Exercise 3 بيقول لي choose the closest answer to the right between brackets as in the example. الاكزامبل بيقول لي ايه؟ بيقول لي ال area of Alexandria governate is. هنتكلم عن محافظة، governate يعني محافظة، مكان كبير جدا. زي القاهرة واسكندرية والجيزة وأسوان والأقصر دي مكان كبير جدا. ها؟ يتقاس بإيه؟ الأريا بتاعته بإيه؟ السرفس أغطيه بالمتر سكويرد ولا بالديسيمتر سكويرد ولا بالكيلومتر سكويرد؟ واضح طبعا بالكيلومتر سكويرد. طيب الاريا اوف ذا فلات وير اي ليف از ايه؟ الاريا بنسحب ايه؟ بالكيلومتر؟ معقول؟ دي تبقى شقه كبيره جدا. بالسنتيمتر سكويرد؟ لا دي صغيره جدا كده. طيب بالمتر سكويرد ولا بالديسيمتر سكويرد؟ احنا اتفقنا ان المتر سكويرد ده اليونت اللي بقيس بيه الابارتمنت اللي بقيس بيه الايه؟ الفلات. يبقى هنختار 75 متر سكوير يلا هنا الأريا أوف يور بيد إز إيه؟ هل ينفع بالكيلومتر سكوير؟ مستحيل طب أنا عندي هنا متر سكوير ومتر سكوير 2 ولا 80؟ 80 ده كبير جدا ده قد الشقة اللي أنا عايش فيها أمال هيكون إيه 2 متر سكوير يلا ذا أريا أوف ذا بورد إن يور كلاس إز إيه؟ السبورة بالكيلومتر سكوير مستحيل دي كبيرة جدا بالسنتيمتر سكوير تبقى صغيرة جدا، أمال بالإيه؟ بالمتر سكوير تبقى 6 متر سكوير. يلا أبيوبل إم برايمري 4 يوزد هيز جيومتريك انسترومنتس تو درو ريكتانجل. هنرسم ريكتانجل في النوت بوك الأريا بتاعته هتطلع بالإيه؟ بالمتر سكوير هيبقى كتير جدا. بالديسي متر سكويرد برضه كتير جدا، لأن الديسي متر الواحد إحنا قلنا تقريبا قد نص الصفحة اللي إحنا بنرسم فيها. يبقى 12 ده هيبقى كتير قوي، وما هيكون ايه؟ 12 سنتيمتر سكوير. اللي بعديها the area of the tile used in telling our house is. الأريا بتاعت البلاط اللي احنا بنغطي بيه المنزل بتاعنا، الأريا بتاعته ايه؟ البلاطة الواحدة، ها؟ بالديسيمتر سكويرد ولا بالسنتيمتر سكويرد ولا بالمتر سكويرد؟ بالمتر سكويرد صعب جدا، طب السنتيمتر سكويرد ينفع؟ 25 دي يعني 5 تايمز 5. هل 5 تايمز 5 سنتيمتر سكويرد ولا 5 تايمز 5 ديسيمتر سكويرد؟ لان احنا ال 5 ديسيمتر ب 50 سنتيمتر يبقى لازم نختار ايه؟ 25 ديسيمتر سكوير. نيجي نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده كومبليت هنبتدي بقى نراجع مع بعضينا مجموعه القوانين اللي احنا خدناها. The area of a square equal the side length times a احنا قلنا ممكن نقول السايد لينس تايمز السايد لينس او السايد لينس تايمز اتسلف هنكتب السايد لينس تايمز السايد لينس اللي بعد كده الاريا اوف ا ريكتانجل كانت بتيكوال ايه اللينس تايمز الويدز الحاجات دي لازم تتحفظ كويس قوي يلا اللينس Length of a Rectangle the Area ايه؟ لو اداني الاريا وعايز اللينس يبقى لازم نعمل divided over the يبقى الاريا Area × يديني الـ اللي بعد كده الاريا أوف of a Square whose Side Length 5 is ايه؟ هي الاريا بتاعت الـ Square ايه؟ Side Length Times يعني 5. تايمز 5 اللي هي 25 سنتيمتر سكوير اللي بعديها the width of a rectangle عايز ال width مديني ال area whose area is 18 ديسمتر سكوير وال length بتاعه 6 is a ال width هيبقى ال area divided ال length هيبقى نكتب كده ال area divided ال length اللي هو هيكوال معانا الاريا عندي ب 18 ديفايدد ال 6 تديني كام 3 ديسيمتر اف ذا بريمتر اوف ا سكوير 24 زين اتس اريا ايكوال ايه البريمتر يا اولاد لما بيدهوني نجيب السايد لينس ازاي احنا قلنا ان السايد لينس من الدرس اللي فات بيكوال البريمتر ديفايدد 4 يعني 24 ديفايدد 4 اللي هي يديني كام؟ 6 سنتيمتر طيب يبقى هو السايد لينس بتاعه 6 يبقى الاريا عباره عن ايه؟ عباره عن 6 تايمز 6 يديني 36 سنتيمتر سكوير اللي هي السايد لينس تايمز اتسلف يلا اللي بعديها بيقول لي الاريا اوف a ريكتانجل هوز dimensions ار 13 و 7 وعرفنا ان كلمة Dimensions يعني Side بس بقولها على الـ Length او الـ طبعا الكبير ده هو الـ Length والصغير ده هو الـ الاريا عبارة عن ايه؟ الـ Length Times الـ يعني 13 Times الايه 7 تديني كام؟ يلا مع بعضينا اليونتس Times اليونتس 3 Times 7 21 نحط 1 ون اب 2 1 Times 7 is 7 بلس 2 يديني 9 يبقى 91 ايه؟ سنتيمتر سكوير. اللي بعديها بيقول لي if the area of a square is 9 سنتيمتر سكوير then its side length equal ايه؟ ناخد بالنا بقى. هو مديني الاريا وعايز السايد side length، هل احنا في عندنا قانون نجيب بيه السايد side length لما يديني الاريا؟ لا بس انا عارف ان الاريا بتجي لي لما اقول السايد side length Times the side length. يعني أنا عايز حاجتين زي بعض يدوني كام؟ يدوني 9. إيه تايمز Times إيه يديني 9؟ 3. تمام. يبقى السايد Side length عندي هيبقى 3 سنتيمتر. الإكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي The parameter of the square whose area is 36 centimeter equal. هو أنا عشان أجيب البريمتر كنا بنعمل إيه؟ البريمتر كان بيكوال 4. تايمز الصيد لينس يبقى انا محتاج السايد لينس ابص ما عنديش غير الاريا الله طب الاريا كانت بتيكوال ايه هي الاريا دي مش كانت السايد لينس تايمز السايد لينس هو بيقول لي ان السايد لينس تايمز السايد لينس ايكوال 36 مين هو النمبر اللي اعمل له تايمز نفسه يديني 36 اكيد الايه ال6 يبقى ال6 تايمز ال6 يديني 36 يبقى السايد لينس بكام ب6 يبقى اما اجيب البريمتر هقول 4 تايمز ال6 يديني كام 24 سنتيمتر يلا اللي بعد كده if the area of a square is 1 decimeter squared Area 1 decimeter يبقى عندي السايد لينس بكام؟ المفروض A تايمز A يديني 1 والاثنين زي بعض بالظبط 1 تايمز 1 يبقى زين اتس سايد لينس عباره عن كام؟ 1 ديسيمتر لكن هو هنا عامل لي سبيس وسنتيمتر يبقى نحول الديسيمتر للسنتيمتر ال 1 ديسيمتر ب 10 سنتيمترز اند اتس بيراميتر از ايه؟ هو لما يكون السايد لينس ب 10 يبقى البريمتر عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 تايمز 10 يبقى 40 سنتيمتر يلا اللي بعد كده الاريا بتاعت الريكتانجل 48 والويدز ب 6 يبقى اللينس بكام؟ اللينس ايكوال ايه؟ اللينس عبارة عن الاريا ديفايدد الويدز يعني 48 ديفايدد ال 6 اللي هي 8 سنتيمترز يبقى انا عندي اللينس ب 8 سنتيمترز جميل قوي البريمتر بكام بقى البريمتر بتاع الريكتانجل من الدرس اللي فات كان عباره عن 2 تايمز اللينس بلس الويدز يبقى هي 2 تايمز اللينس عندي ب 8 بلس الويدز بال 6 يبقى 2 تايمز 8 بلس 6 يديني 14 2 × 14، 28. يبقى هنا 28 سنتيمتر. إكسرسايس <applause> 5 بيقول لي: put correct for the correct statement and wrong for the incorrect one with correcting the incorrect one. عايزين نصلح كمان. the <applause> width of a rectangle عبارة عن its perimeter divided its length. لا طبعاً. الإجابة دي غلط. أمال الصح إيه؟ بي equal ايه its area. divided its length يلا اللي بعديها. الاريا of a square عبارة عن side length times 4 لا طب ما خدناش كده احنا قلنا ان الاريا بتاعت الـsquare عبارة عن side length times الـsided length طيب هنا 42 كيلومتر سكويرد ايكوال 42000 متر سكويرد ده احنا كده شغالين لينس مش شغالين اريا امال الحل ايه الكيلومتر سكويرد والمتر سكويرد الفرق ما بينهم كام زيرو 6 زيروز يعني الاجابه دي غلط والصح بتاعي 42 مليون متر سكويرد هنا الاريا اوف a ريكتانجل whose لينس از 2 and its width is 5 is 100 سنتيمتر كوير طيب نعملها الاول الاريا بتاعت الريكتانجل عباره عن ايه؟ اللينس تايمز الويدز اللينس عندي 2 ديسيمتر والويدز عندي 5 سنتيمتر يبقى لازم نخلي الاثنين زي بعض يبقى ال 2 ديسيمتر الكبير اليونت الكبيره لما احولها للسنتيمتر تبقى كام؟ 2 تبقى 20 سنتيمتر او حد يقول لي 200 لا ده ديسيمتر ما قلناش ديسيمتر سكوير يبقى الاريا عندي عباره عن 20 تايمز الايه؟ الفاي اللي هي فعلا 100 سنتيمتر سكوير يلا اللي بعديها. اف ذا بريمتر اوف ا سكوير is 32 يبقى الاريا بتاعته 64 هو انا عشان اجيب الاريا لازم اجيب السايد لينس طب هو مديني البريمتر يبقى نجيب السايد لينس ازاي؟ انا عندي السايد لينس كان بيساوي معانا البريمتر ديفايدد 4 يعني 32 ديفايدد 4 يديني كام يديني 8 سنتيمترز طيب عشان اجيب الاريا اقول 8 تايمز 8 يديني كام 64 يبقى فعلا الاريا بتاعته مظبوطه 64 سنتيمتر سكوير هنا بيقول لي الاريا اوف ا سكوير اوف سايد لينس 20 سنتيمتر is greater than the area of a rectangle whose dimensions are 10 and 30 uh, cm. نشوف نحسبها نحسب ده ونحسب ده. هي الاريا بتاعت السكوير اللي السايد side length بتاعته 20، ايكوال ايه؟ ايكوال 20، تايمز 20. اللي هي كام؟ ننزل التو زيروز، و2 تايمز 2 يديني 4 cm سكوير. يلا الريكتانجل، الريكتانجل الدايمنشنز dimensions بتاعته 10 و30. يبقى الاريا بتاعته كام؟ 30. طيب تايم 6 ننزل ال 2 زيروز و 1 تايمز 3 يديني 3 سنتيمتر سكوير يبقى فعلا الاريا بتاعت السكوير از جريتر لان ال 400 از جريتر زين ال 300 يبقى دي صح اللي بعديها الاريا اوف ا ريكتانجل whose length از twice its ويدز اند its ويدز از 4 ايكوالز 8 طيب هو الويدز لما يكون 4 واللينس توايس الويدز قلنا كلمه توايس يعني تو تايمز توايس دي يعني تو تايمز تو تايمز الويدز الويدز بكام؟ ب 4 يبقى 8 ايه؟ يبقى اللينس ب 8 والويدز ب 4 يبقى الاريا بكام؟ 8 تايمز 4 ب 32 هو هنا بيقول لي ايكوالز 8 يبقى طبعا غلط الصح؟ ايكوالز 32 سنتيمتر سكوير اللي بعديها ذا سكوير متر اللي هو المتر سكويرد is a unit of measurement used to measure the parameters of the figures. ينفع؟ مين اللي كنا بنقيس بيه البريمترز؟ المتر بس. أمال المتر سكويرد ده كنت بقيس بيه الإيه؟ بقيس of the figures يبقى دي كده غلط. طيب اللي بعد كده البريمتر اوف of a rectangle whose area 12 and its width 3 equals 14 هو أنا عشان أجيب البريمتر بقول إيه؟ 2 تايمز اللينس بلس الويدز نبص في المسألة مديني الويدز ب 3 بس اللينس مش عندي يبقى لازم أجيب اللينس الأول أجيب اللينس إزاي هو مديني الأريا ب 12 يبقى اللينس إيكوال الأريا اللي هي 12 ديفايدد الإيه الويدز اللي هو ال 3 يديني 4 يبقى أنا عندي 2 تايمز اللينس جبته ب 4 والويدز عندي ب 3 يعني 2 تايمز 4 3 7 يديني 14 هو هنا ايه اللي 14 يبقى الستيتمنت دي مظبوطه اللي بعديها ذا اريا اوف ا squared shape شيب بيس اوف لاند قطعه ارض على شكل سكوير السايد لينس بتاعها 3 كيلومتر از 9 مليون متر سكويرد لا ده هنا هنعمل كونفرجن يبقى اجيب الاول الاريا الاريا هت ايكوال 3 تايمز 3 دي 9 بس 9 ايه 9 كيلومتر سكويرد هو هنا جايبها لي بالمتر سكويرد هو انا عشان احول الكيلومتر سكويرد للمتر سكويرد بنعمل ايه كنا بنزود 6 زيروز جنب النمبر ده يبقى 9 وجنبيها 6 زيروز متر ايه سكوير اللي هي فعلا 9 مليون متر سكوير يبقى الاجابه دي ايه

وال1 اوفر 4 كوارتر الكيلومتر سكوير ايكوال كام 250000 متر ايه سكوير يبقى 1 كوارتر كيلومتر سكوير دي ايكوال كام 250000 متر سكوير يبقى ده الجريتر ولا ال500 جريتر طبعا 250000 هي الجريتر هنا 2 ديسيمتر سكويرد و200 سنتيمتر سكويرد ال2 ديسيمتر سكويرد فيهم كام سنتيمتر سكويرد؟ الفرق ما بينهم 2 زيروز يبقى دي عباره عن 200 سنتيمتر سكويرد يبقى 200 سنتيمتر سكويرد ايه علاقتها بال200 سنتيمتر سكويرد؟ الاثنين ايكوال طب يلا هنا 81 ديسيمتر سكويرد وهنا سنتيمتر سكويرد يبقى نخليهم كلهم نفس اليونت هنحول الديسيمتر سكويرد للسنتيمتر سكويرد ازاي نحط جنبه 2 زيروز؟ يبقى ال 81 دي عباره عن 8100 سنتيمتر سكوير والناحية التانية 6400 سنتيمتر سكوير يبقى دي الجريدر يلا هنا 3 متر سكوير و500 ديسيمتر سكوير الفرق ما بين المتر سكوير والديسيمتر سكوير 100 يبقى انا عندي 3 تبقى 300 ديسيمتر سكوير يبقى طبعا السايد ده هو الجريتر هنا 4 متر سكوير المتر عشان يروح للسنتيمتر في الديستنس كان 2 زيروز بالنسبة للاريا الفرق ما بين المتر سكوير والسنتيمتر سكوير 4 زيروز يعني ال 4 متر سكوير ده عبارة عن 4 وجنبيها 4 زيروز سنتيمتر سكوير طبعا ده يلا the area of a square of side length 30 تبقى كام؟ يبقى 30 تايمز ال 30 اللي هي نحط ال 2 زيروز و 3 تايمز 3 دي 9 وعندي هنا 9 ديسيمتر سكوير نحط جنبيها 2 زيروز عشان نحولها للسنتيمتر سكويرد نلاقي ان ده قد ايه؟ قد ده بالظبط. يلا اللي بعديها الاريا اوف ا سكوير اوف سايد 8 سنتيمتر يبقى 8 تايمز 8 اللي هي 64 سنتيمتر سكويرد الناحيه الثانيه الاريا اوف a ريكتانجل هوز dimensions 9 و 8 9 تايمز 8 72 سنتيمتر سكويرد يبقى الاريا بتاعت rectangle هي الجريتر. يلا نشوف اكسرسايز 7 وده بيدربنا على القوانين بتاعة الاريا بتاعة السكوير وبتاعة الريكتانجل. عندي السايد لينس اوف ا سكوير ده السايد لينس بتاعه ودي الاريا. لما يكون 7 يبقى الاريا بكام؟ 7 تايمز 7 لان السايد لينس بعمل له تايمز السايد لينس زيه. طب 9 لو السايد لينس عندي ب 9 الاريا بكام؟ 9 تايمز 9 تديني 81. يلا 6 هنا هنا دي سيمتر خدوا بالكم 6 تايمز 6 36 يلا هنا بقى مديني الاريا ب 100 سنتيمتر سكوير وعايز السايد لينس نعمل ايه؟ نشوف ال 100 عباره عن ايه تايمز ايه و2 نمبرز زي بعض تمام 10 تايمز 10 يبقى هنا السايد لينس ب 10 طيب لما يكون السايد لينس 5 متر ناخد بالنا هنا متر عشان نجيب الاريا بنعمل ايه؟ هيبقى 5 تايمز 5. يديني 25 متر سكوير هو عايز هنا بالسنتيمتر سكوير نزود كام زيروز 4 زيروز يبقى هنا نكتب 25 وجنبيها 4 زيروز سنتيمتر سكوير يلا اللي بعد كده الريكتانجل بقى مديني اللينس ب 4 والودز ب 3 يبقى الاريا بكام 4 تايمز 3 12 طيب لما يديني 7 و5 يبقى 7 تايمز 5 35 وناخد بالنا من الدايمنشنز ناخد بالنا ان هنا بالميتر وهنا بالميتر وهنا برضه بالميتر ناخد بالنا هنا بقى هنا مديني بالديسيمتر وهنا بالميتر وهنا بالميتر سكوير يبقى انا قبل ما احل المساله ال60 ديسيمتر نحولهم لميتر يدوني كام نريموف زيرو يبقى 6 متر يبقى لما يكون اللانس ب6 والويدز ب2 يبقى الاريا بكام 12 راف يلا هنا عندي الاريا وعندي الويدز وعايزين اللنس كنا بنعمل ايه بنقول ان اللينس الاريا ديفايدد الويدز طالما الاريا موجوده نعمل لها ديفايدد الدايمنشن اللي موجود 48 ديفايدد ديفايد 6 يديني 8 هنا الاريا عندي ب 6 ديسيمتر ومديني اللينس ب 3 ديسيمتر يبقى الويدز بكام؟ الويدز هيبقى الاريا ديفايدد اللينس الاريا ديفايد ديفايد عندي ب 6 واللينس عندي ب 3 يديني كام؟ يديني 2 بس 2 ايه؟ 2 ديسيمتر. هل هو عايزها بالديسيمتر ولا بالسنتيمتر؟ بالسنتيمتر. يبقى نحول الديسيمتر للسنتيمتر. 2 ديسيمتر عباره عن 20 سنتيمتر. يلا اللي بعديها بيقول لي كالكوليت ذا اريا اوف ذا فولوينج فيجرز. اه دي بقى رسمه ابص انا على الرسمه اطلع الدايمنشنز. ده سكوير السايد لينس بتاعه بكام؟ ب 3 يبقى الاريا عباره عن ايه؟ عباره عن 3 تايمز <applause> 3 تديني كام؟ 9 سنتيمتر سكوير نيجي هنا ده ريكتانجل الاريا بتاعت الركتانجل ايكوال ايه؟ الاريا بتيكوال اللينس تايمز الويدز يعني هتيكوال معانا 10 تايمز 4 اللي هي 40 سنتيمتر سكوير طب يلا بقى نشوف الاشكال دي يا اولاد الشكل ده اعمل فيه ايه؟ ده ريكتانجل ده ولا سكوير؟ اه هنا بقى نعمل ايه؟ هنا نعمل حاجه اسمها كونستراكشن يعني نقسمه ممكن نعمل كده. لو قسمت دي كده هنا عندي دي 2 يبقى الحته دي برضو ايه؟ 2 طب هو دي كلها 4 يبقى الحته دي 2 والحته دي كده 2 ودي زيها برضو ايه؟ 2 ناخد بالنا دي كلها كده 8 والحته دي زيها اكيد زيها 8 بس هو الحتة دي بس 6 يبقى دي كام؟ يبقى دي برضه 2 ودي زيها يبقى ايه؟ يبقى 2. يبقى ده عبارة عن ايه؟ سكوير. والحتة دي عبارة عن ايه؟ ريكتانجل. طيب الاريا بتاعت السكوير ايكوال ايه؟ ده الاريا بتاعته السايد لينس تايمز السايد لينس يبقى الحتة دي كده الاريا بتاعتها 4 سنتيمتر سكوير. الحتة دي كده. طيب وهنا اللينس تايمز الويتس اللينس بكام كل دي بايه تايمز ال2 يبقى انا عندي ال8 تايمز ال2 16 سنتيمتر سكوير يبقى الاريا كلها بكام بقى يبقى الاريا هت ايكوال ال16 ديت بتاعت الحته دي نزود عليها الجزء ده اللي هي بلس ال4 يديني 20 سنتيمتر سكوير يلا نشوف هنا نقسمه ازاي نقسمه من هنا كده اهو ادي كده ريكتانجل ده كده 8 يبقى الحته دي 2 طب الحته دي كام كل دي 8 وكل دي 8 طب دي بس 5 ازود عليها كام عشان تبقى 8 نزود 3 يبقى الحته دي كده 3 لما تكون دي 3 دي زيها يبقى دي برده 3 ودي برده 3 طيب يبقى ده هنا عندي ايه؟ ده سكوير الاريا بتاعته السايد لينس تايمز اتسيلف 3 تايمز 3 يبقى دي 9 سنتيمتر سكوير طب الريكتانجل ده الاريا بتاعته كام؟ 8 تايمز 2 يديني كام؟ 16 سنتيمتر سكوير يبقى انا عندي الاريا التوتال الاريا اوف الفيجر هيبقى 16 9 اللي هي 25 سنتيمتر سكوير اكسرسايز 9 بيقول لي كالكوليت ذا اريا اوف ذا شيدد بارتس ان ذا فولوينج فيجرز المسائل دي مهمه قوي يا اولاد ولازم نعرف هنحلها ازاي زي ما انتم شايفين في عندي سكوير كبير بره اهو وعندي سكوير جوه اهو وعندي المنطقه دي الاريا دي اللي هي shaded يعني اللي متلونه كده بالبينك ده عايزين نجيب الاريا بتاعتها قد ايه المسألة دي تتحل ازاي؟ لو جينا فكرنا هنلاقي إن السكوير الكبير شلت منه الجزء ده. كلمة شلت منه يعني إيه؟ يعني عملت سبتراكشن. يعني الأريا بتاعت السكوير الكبير هشيل منها الأريا بتاعت السكوير اللي, اللي جواه ده الديفرنس اللي هيطلع أو الناتج اللي هيطلع هي الإيه؟ الأريا الشيدد دي. يبقى لما نيجي نحل المسألة هنحلها إزاي؟ هنقول كده. The shaded بارت ايكوال السكوير اللي بره الاريا بتاعته كام هيبقى 10 تايمز 10 وبعد كده اعمل ماينص اللي جوه السكوير اللي جوه ده الاريا بتاعته كام 7 تايمز 7 طيب 10 تايمز 10 100 7 تايمز 7 40 49 يلا نعمل ماينص ده يبقى 10 وده يبقى ايه؟ يبقى 9 10 ماينس 9 يديني 1 9 ماينس 4 يديني 5 يبقى 51 51 ايه؟ سنتيمتر سكوير كل النوعيه دي من المسائل يا اولاد هنعمل كده هنجيب الاريا بتاعت الشكل اللي بره ونعمل منها ماينس الاريا بتاعت الشكل اللي جوه يعني انا عندي هنا ريكتانجل كبير وعندي ريكتانجل جواه هنجيب الاريا بتاعت الريكتانجل الكبير ونعمل ماينس الاريا بتاعت الريكتانجل ده يبقى نقول كده ذا شيدد بارت ايكوال هنحط الاريا الكبيره ماينس الاريا الايه اللي, ايه اللي جواها طيب الريكتانجل الاريا بتاعته هيبقى 8 ايه؟ تايمز 5 هنا الاريا بتاعت ده كام؟ ده ريكتانجل برضه يبقى 4 تايمز 3 يبقى 40 ماينس كام؟ 12 0 2 ما ينفعش هنبور 1 من ال 4 يبقى هنا 10 وهنا 3 10 minus 2 8 3 1 2 سنتيمتر سكويت اللي بعد كده نفس الكلام بقى اتعودنا وعرفنا الفكره عامله ازاي يبقى ذا شيدد بارت ايك هنا ده عباره عن ايه اللي بره اللي بره سكوير يبقى 7 تايمز 7 7 تايمز 7 ماينص هنا ريكتانجل 2 تايمز 5 يبقى 49 ماينص 10 يبقى 39 سنتيمتر سكوير. نيجي هنا هنعمل دي ازاي؟ انا عندي هنا حتتين الجزء ده والجزء ده لازم اشيلهم. يعني ده كله اخد منه ده وده. يبقى الاول اشوف ده وده الريكتانجل ده والسكوير ده الاريا بتاعتهم كام؟ يبقى نعمل ايه؟ نكتب كده the area of the unshaded part. the area of the un shaded parts يعني الاجزاء اللي هي مش متظلله دي الاريا بتاعتها بكام دي عباره عن سكوير يعني 2 تايمز 2 معمول له بلس الايه الريكتانجل ده ده كده 1 وكده 5 يبقى 5 تايمز 1 اللي هي 4 5 تايمز 1 يديني 5 اللي هي 9 سنتيمتر سكوير يبقى يعني انا في الاول جبت الايه؟ الجزء الابيض ده نعمل ايه دلوقتي؟ نكتب بقى the area of the shaded part اللي هي هتيكوال معانا انا عندي الريكتانجل ده 4 تايمز 9 هنشيل منه بقى مين؟ ال 9 دي 4 تايمز 9 36 ماينص 9 يديني كام؟ يديني 27 سنتيمتر سكوير. Exercise 10 بيقول لي calculate the area of a square of side length 5 ديسيمتر. طالما جاب لي اليونت بالديسيمتر يبقى احنا هنشتغل ونطلع الايه؟ الاريا بالديسيمتر. يفضل في المسائل دي يا اولاد نكتب القانون الاول. الرول اللي هشتغل عليها. هو عايز الاريا بتاعة السكوير يبقى نكتب كده الاريا ايكوال السايد لينس تايمز السايد لازم لما اجي احل المساله اكتب القانون بتاعها يبقى هتيكوال ايه هتيكوال 5 تايمز 5 يديني كام 25 ديسيمتر سكوير عشان هو قايل لي بالديسيمتر اللي بعديها a rectangle of dimensions 8 and 5 ناخد بالنا ال إيه 8 هنا بالسنتيمتر وال 5 بالديسيمتر يبقى الاول نحول الديسيمتر لسنتيمتر 5 ديسيمترز يعني كام يعني 50 سنتيمتر يبقى نكتب كده الاريا هت ايكوال اللينس تايمز الايه الويدز اللي هي هتيكوال معانا 50 تايمز ال 8 طالما في 0 ننزله ايه على الموست رايت وبعد كده 5 تايمز ال 8 يكوال 40 يبقى 400 سنتيمتر سكوير اللي بعديها السكوير whose parameter is 28 سنتيمتر هنا عايزين نجيب الاريا طب محتاج اجيب السايد لينس يبقى نجيب السايد لينس الاول من البريمتر القانون بتاعه ايه؟ السايد لينس من الدرس اللي فات بقى بيكوال البريمتر ديفايدد 4 اللي هو 28 ديفايدد 4 يديني 7 سنتيمتر دلوقتي ينفع نجيب الاريا نكتب القانون بتاعها الاريا اوف ذا سكوير يبقى السايد لينث تايمز السايبلتس اللي هي 7 تايمز 7 يبقى 49 سنتيمتر سكوير يلا اللي بعديها بيقول لي عندي ريكتانجل هوز لينث از 20 والبريمتر بتاعه 64 احنا عايزين نجيب الاريا لكل الحاجات دي طب انا الريكتانجل عشان اجيب له الاريا عايز اللينث وعايز الويدز طب الويدز فين؟ الويدز جاي لي مخفي جوه البريمتر. احنا كنا قلنا قبل كده في الريكتانجل ان اللينس بلس الويدز ايكوال البريمتر ديفايد تو. احنا قلنا قبل كده ايه؟ قلنا ان اللينس بلس الويدز بي ايكوال البريمتر بتاع الريكتانجل اوف الريكتانجل divided كام؟ divided 2 يعني ال length ال width هي ايكوال 64 divided 2 تديني كام؟ بنعمل division من ايه من ال left 6 divided 2 يديني 3 و 4 divided 2 يديني 2 سنتيمترز يبقى انا عندي ال length width مع بعضهم يديني كام؟ 32 طب ال length ب 20 يبقى ال width بكام؟ يبقى ال width هنا هي ايكوال 32 ماينس 20 يديني 12 سنتيمتر لازم نرتب افكارنا احنا شغالين يا اولاد بعد كده هجيب الاريا نكتب القانون بتاعها يبقى الاريا اوف ريكتانجل هت ايكوال اللينس تايمز الويتس اللي هي 20 تايمز 12 الزيرو ينزل 2 ـ 2 يديني 4. 2 ـ 1 يديني 2 سنتيمتر سكوير. يلا اللي بعديها. يقول لي ريكتانجل whose length is 4 تايمز its width. ناخد بالنا 4 تايمز يعني إيه؟ ما معنى كلمة 4 تايمز يعني 4 تايمز الحاجة اللي لي بعد كده. طب هل أنا عارف الـ width؟ آه بيقول لي its width equals 8 سنتيمتر. يبقى لما الويدز ايكوال 8 يبقى اللينس بكام نجيب اللينس الاول اللينس ايكوال 4 تايمز الويدز اللي هو 4 تايمز ال8 يعني كام 32 سنتيمتر يلا نجيب بقى الاريا بتاعته يبقى الاريا اوفر ريكتانجل هات ايكوال اللينس تايمز الويدز اللي هي كام؟ 32 تايمز 8 يلا نعمل ملتبليكيشن 2 تايمز 8 16 6 وهنكاري اب 1 3 تايمز 8 يديني 24 و1 يبقى 25 سنتيمتر سكوير يلا اللي بعديها بيقول لي عندي سكوير البريمتر بتاعه is equal to the perimeter of a rectangle whose dimensions are 8 و 1 وال1 ده ديسيمتر. طب هو عايز ايه؟ عايز الاريا بتاعت السكوير ده. طب الاول نجيب البريمتر بتاعه، طب اجيب البريمتر بتاعه ازاي؟ اروح اجيب البريمتر بتاع الريكتانجل الثاني، يبقى البريمتر اوف ا ريكتانجل ايكوال 2 تايمز اللينس بلس الويدز، ممكن اكتب اللينس ال والويدز دبليو. اللي هو هيكوال ايه؟ 2 تايمز اللينس عندي بكام؟ ناخد بالنا انا عندي هنا 1 ديسيمتر اللي هو بكام؟ اللي هو ب 10 سنتيمتر يبقى انا عندي هنا 10 بلس ال 8 يديني 2 تايمز ال 18 اللي هي 36 سنتيمتر طب انا عندي البريمتر بتاع السكوير هو هو البريمتر بتاع الريكتانجل يبقى السايد لينس بتاع السكوير ايكوال ايه؟ السايد لينس of the square hi equal its perimeter divided the ايه ال4 وانا عارف ان البريمتر بتاعه هو هو البريمتر بتاع مين بتاع الريكتانجل ده يبقى 36 divided 4 يديني 9 سنتيمتر يبقى انا عايز اجيب الاريا للسكوير السايد لينس بتاعه 9 يبقى الاريا اوف ذا سكوير هت ايكوال السايد لينس تايمز السايد لينس زي ما علمتكم لازم نكتب القانون دايما يبقى هت ايكوال 9 تايمز 9 اللي هي 81 سنتيمتر سكوير نيجي نشوف بروبلم 11 بيقول لي ريكتانجولار كاربت اوف 6 متر اند 4 متر هنا عندنا سجاده السجادة دي على شكل ريكتانجل اللينس بتاعها 6 والويدز 4 is used to cover the floor of a squared room of side length 7 متر يعني اتحطت في اوضه الاوضه دي عباره عن سكوير السايد بتاعها 7 find out the area of the uncovered floor of this room بيقول لي ايه هي المنطقه اللي مش متغطيه في الاوضه عايزين نتخيل كده شكل الايه المساله دي انا عندي كده سكوير اهو دي الرو المفروض ان ده 7 ايه متر ومفروش هنا كاربت عباره عن هنا 4 كده 4 وكده ايه وكده 6 يعني كده 6 متر وهنا 4 ايه 4 متر المفروض نطلع ايه في المساله نطلع المنطقه اللي هي دي اللي هي مش مفروشه بالايه بالسجاده ده يفكرنا بالاكسرسايز اللي شفناه من شويه ان الانكفرد اريا اللي هي المنطقه اللي مش متغطيه بالسجاده دي هتيكوال ايه الاريا بتاع السكويرد روم ماينص الاريا بتاعه الايه الكاربت نكتبها ازاي نكتب كده ذا اريا اوف ذا انكفرد فلور هت equal ايه the area of the room minus the area of the car يبقى هت equal معنا ال h الاريا بتاعت الروم عبارة عن ايه هو سكوير يبقى <تحركة> 7 times the 7 ماينس الكار بتاع عندي الاريا بتاعتها كام؟ 6 تايمز 4 اللي هتدينا 49 ماينس 24. 9 ماينس 4 يديني 5 و 4 ماينس 2 يديني ايه؟ يديني 2 سنتيمتر سكوير. مسألة سهلة وجميلة عايزين نعرف بقى الأفكار يبقى أدي فكرة من الأفكار لازم نبقى إحنا عارفينها كويس عشان لو جات لنا في الإمتحان نعرف نحل المسألة إزاي. يلا اللي بعديها بيقول لي هنا a square and a rectangle have the same area عندي square و rectangle ليهم نفس الاريا if the side length of the square 20 يبقى انا كده عرفت الاريا بتاعت square اللي هي هي الاريا بتاعت ال rectangle وبيقول لي ال length بتاع الريكتانجل rectangle 25 عايز ال width of the rectangle طبعا سهل قوي هنقول ايه هنقول في الاول كده الاريا of the square هت ايكوال السايد side length times the length اللي هت معانا 20 times 20 اللي هي 400 سنتيمتر سكوير وانا عندي الاريا بتاعت السكوير هي هي الاريا بتاعت الريكتانجل and the area Of the square equal the area of the rectangle. So the rectangle area is four hundred centimeters squared two. يبقى انا كده عرفت الاريا بتاعت الريكتانجل وانا عايز بقى الويدز هو مديني اللينس يبقى الويدز بكام؟ يبقى الويدز هي ايكوال اتس اريا ديفايد اللينس اللي هو هي 400 اللينس عندي بكام؟ اللينس عندي ب 25 ديفايد 25 نعملها ازاي ديت؟ نعملها باللونج ديفيجن نيجي إيه هنا كده ادي 400 وعندي هنا 25 اول 2 ديجيتس مع اول 2 ديجيتس 40 ديفايد 25 يديني 1 ال 40 جواها جاست 1 25 1 تايمز 25 يديني 25 يلا نعمل ماينس هنا يبقى 3 وهنا 10 10 minus 5 يديني 5 3 minus 2 يديني 1 والزيرو ينزل 150 ديفايدد 25 يديني كام؟ احنا عارفين ان ال100 فيها 4 من ال25 وال50 فيها another 2 يبقى 4 و2 6 يبقى 150 جواها 6 من ال25 يبقى هنا كام؟ هنا 6 يبقى 6 تايمز 25 150 نعمل ماينس يديني ايه؟ يديني زيروز يبقى الانسر بتاعتي از 16 سنتيمتر المسألة اللي بعديها بيقول لي ذا سام of the perimeters of a rectangle and a square 120 يعني عندي ريكتانجل وعندي ايه وعندي سكوير والبريمترز بتاعهم هما الاثنين 120 if the side length of the square is 10 يبقى دي السكوير اهو السايد هنا 10 then calculate the perimeter of the rectangle and its area if the width of the rectangle equals the side length of the square if the width equal the side length of the square يبقى يعني انا عندي ده برضو هنا ايه؟ 10 سنتيمتر هو ده الويدز width طيب احنا في الأول نعمل ايه؟ هو لي calculate the perimeter of the rectangle. الـ بتاع ال rectangle equal ايه؟ الـ total perimeter بتاع الاثنين أشيل منه الـ parameter بتاع السكوير يبقى أول حاجة نجيب الـ parameter of the square يبقى الـ parameter of سكوير ايكوال 4 تايمز السايد لينس اللي هو 4 تايمز 10 اللي هو 40 سنتيمتر يبقى انا عندي البريمتر اوف هِيَ هيكوال السم اوف البريمترز بتاع الركتانجل والسكوير نشيل منه البريمتر اوف يبقى البريمتر of rectangle a equal 120 minus 40 0 minus 0 اديني 0 2 minus 4 مش هينفع ناخد ال1 ده سنتي ايه. يبقى 12 minus 4 يديني 8 cm سنتيمتر يبقى البريمتر بتاع الريكتانجل جبناه بكام ب 80 سنتيمتر ايه اللي مطلوب تاني؟ عايز الاريا بتاعت الايه بتاعت الريكتانجل عشان اجيب الاريا لازم اجيب الايه اللينس طيب احنا عارفين ان اللينس بلس الويدز بي ايكوال البريمتر اتس بريمتر ديفايد 2 يعني هي ايكوال مع ان ال 80 ديفايدد ال 2 يديني ايه 40 سنتيمترز ده اللينس بلس الويدز يعني الحته دي كده دي ودي كده مع بعض وعندي دي 10 يبقى دي كام؟ 40 10 اللي هي 30. يبقى اللنس عندي هيبقى 40 10 اللي هو 30 سنتيمتر. يبقى ده كده كام؟ 30 سنتيمتر. دلوقتي نقدر نجيب الاريا بتاعت الريكتانجل يبقى الاريا اوف ذا rectangle ايكوال length times width اللي هي 30 times 10 تدينا 300 سنتيمتر سكوير يلا اللي بعديها بيقول لي the sum of the perimeters of two squares is 48 سنتيمتر and the side length of one of them is 7 عندي two squares هون ادي واحد وعندي واحد كمان واحد منهم السايد لينس بتاعه 7 ده كده 7 سنتيمتر عايز السايد لينس اوف ذا سكند سكوير نعمل ايه نجيب البريمتر ده وبعد كده انقصه من التوتال بريمتر نجيب البريمتر بتاع ده نعمله ديفايدت فور اخد السايد لينس يبقى البريمتر اوف ذا فيرست سكوير هي ايكوال ايه 4 تايمز اتس سايد لينس اللي هي 4 تايمز 7 اللي هي 28 سنتيمتر يبقى البريمتر بتاع السكند سكوير از ايه يبقى البريمتر اوف the second square هي equal ال 48 ماينس ال 28 اللي هي كام؟ اللي هي 20 سنتيمتر يبقى انا عرفت ان البريمتر ده 20 يبقى السايد length اوف ذا سكند سكوير ايكوال ايه؟ يبقى السايد لينس اوف ذا سكند سكوير هي ايكوال اتس بريمتر ديفايدد الايه ال4 اللي هي كام 20 ديفايدد 4 اللي هي 5 سنتي ايه سنتيمتر يبقى انا قدرت اجيب ان ده ايه 5 ايه سنتيمتر تاني حاجه عايزها مني عايز السم اوف الارياز يعني الاريا بتاعت ده كام والاريا بتاعت ده كام ونحطهم على بعض يبقى نكتب كده ذا توتال اريا ذا سم اوف زير اريز ايكوال اول واحد هيبقى 7 تايمز 7 والتاني 5 تايمز الايه الـ 5 اللي هي ال49 بلس ال25 9 بلس ال5 تدينا 14 4 اند وي هاف 1 1 بلس 4 اس 5 بلس 2 اس ايه اس 7 سنتيمتر سكوير بروبلم 15 بيقول لي if we have a rectangular shape hole whose dimensions are 8 meters and 6 meters. عندنا صالة كبيرة، الصالة الدايمنشنز بتاعتها 8 meters و 6 meters، يعني على شكل ريكتانجل عاملة كده. كده 8 وكده 6 meters. بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي how many tiles are needed to tile this hole محتاجين كام بلاطه علشان نعمل الأرضية دي كلها بالإيه؟ بالبلاط ده أهي زي البلاطات دي كده عايزين كام واحدة من دول؟ Given that the side length of the required squared shape tile is 20 cm وبيقول لي إن البلاطة الواحدة عبارة عن إيه؟ السايد لينس بتاعها ده الصغير ده 20 cm هنعمل إيه في المسألة دي؟ المسألة دي من المسائل المشهورة جدا انا عندي اريا الاريا دي عايز اغطيها الاول نشوف الاريا دي قد ايه يبقى اول حاجه الاريا اوف ذا هول الاريا اوف ذا هول هتيكوال كام هي ريكتانجل يبقى ال8 تايمز ال6 ايكوال كام 48 متر سكويرد اوكي طيب البلاطه اللي هغطي بيها بقى الاريا بتاعتها قد ايه الاريا اوف the tile هتيكول 20 تايمز 20 which از ايه؟ 400 سنتيمتر سكوير يبقى البطه الواحده 400 سنتيمتر سكوير يبقى العدد الكل اللي انا عايزه يبقى قد ايه؟ يبقى هنعمل ديفيجن هندفايد الاريا دي كلها على التايلز الصغيره دي اللي هيطلع معانا هيطلع لي العدد اللي انا محتاجه عشان اغطي كل الاريا دي طب ينفع نعمل ديفيجن؟ لحاجه بالمتر سكويرد على حاجه بالسنتيمتر سكويرد ولا لازم نخلي الدايمنشنز واحده لازم نخلي اليونت دي زي اليونت دي يبقى هنعمل ايه ال48 متر سكويرد نحولهم لايه لسنتيمتر سكويرد نحط جنبهم كام زيروز 4 زيروز يعني دي اكنها نحط جنبها 4 زيروز سنتيمتر سكويرد وبعد كده هنقول The number of styles needed equal هيبقى كده 480000 divided ال 400 طبعا الزيرو ده يروح والزيرو ده يروح مع الزيرو ده والزيرو ده نعمل ديفيجن يلا 4 divided 4 يديني 1 8 divided 4 يديني 2 وعندي 0 و 0 يبقى الانسر بتاعتنا 1200 ايه تايلز يلا اللي بعديها وي وونت تو بي ا ريكتانجل فلور اوف ا سبورتس هول اوف 20 متر اند 10 متر عايزين نغطي الارضيه دي بالبلاط عباره عن ريكتانجل 20 متر تايمز ايه 10 متر يعني كده مثلا 20 متر وكده 10 متر if the cost of the square meter is 5 pounds المتر الواحد هيكلفني 5 pounds كالكوليت ايه the cost of the paving يبقى انا هتكلف قد ايه يبقى انا لازم بحسب الاريا كلها يبقى الاريا of the floor هت equal 20 times 10 اللي هي ايه 200 متر سكوير هو بيقول لي بقى الـ 1 متر سكوير بيتكلف 5 يبقى كلها هتكلفني كام؟ يبقى الـ total cost هتـ equal كل المترز اللي عندي اللي هي 200 تايمز الواحد منهم بيكلفني كام؟ الواحد منهم بيكلفني 5 يبقى هتديني 1000 Egyptian باوند

لي ايكوال اتس بريمتر ديفايد 2 يعني هتيكوال معانا 40 ديفايد 2 اللي هي ايه 20 سنتيمتر يبقى انا عندي اللينس بلس الويدز بكام ب 20 طب اقدر بقى ازاي اجيب الويدز واللينس هو مديني معلومه ان اللينس 3 تايمز الويدز يبقى انا لازم اشوف تو نمبرز المفروض يحققوا لي هما الاثنين الصم بتاعهم 20 واللينس يبقى 3 تايمز الويدز نعملها ازاي ممكن نستعمل طريقه التراي يعني ايه يعني لو الويدز عندي ب1 يبقى اللينس بكام يبقى اللينس ايكوال 3 انه 3 تايمز ال1 طيب يبقى اللي هما الاثنين على بعض يديني كام يديني 4 يبقى ما ينفعش اخد التشويس ده طيب لو الويدز عندي ب2 يبقى اللينس بكام اللينس عندي 3 تايمز 2 ايكوال 6 طب هما الاثنين على بعض يديني كام؟ يديني 8 طب الويدز عندي لو ب 3 هيبقى عندي 3 تايمز 3 9 هما الاثنين 12 طيب لو الويدز عندي ب 4 يبقى اللينس بكام؟ 3 تايمز 4 يكوال 12 هما الاثنين يديني كام؟ 16 طب لو الويدز عندي ب 5 يبقى اللينس عندي 3 5 15 نحطهم هما الاتنين على بعض يديني كام؟ يديني 20 يبقى انا فعلا قدرت اجيب ان الـ width 5 والـ ايكوال كام؟ 15 يبقى هنا الـ از is 15 سنتيمتر والـ width is 5 سنتيمتر اللي عايزه؟ عايز الـ area يبقى the area is 15 times 5 اللي هي 75 سنتيمتر ايه. نيجي نشوف المسألة اللي بعد كده بيقول لي The drawn figure is a rectangle whose dimensions are 9 and 6 cm. عندي ده كده 9 وده 6 ده rectangle. A square of side length 4 is cut from it. عندي square اهو اتاخد منه. Calculate the area of the remaining part using two different methods. عايزين نحسب الاريا بتاعت الشكل اللي باقي ده باستخدام طريقتين. اول طريقه احنا عارفينها سهله قوي ان انا اجيب الريتانجل كله واشيل منه الاريا بتاعه السكوير. طب هي الطريقه الثانيه؟ اقسم الشكل اقسمه لجزء وده, وده جزء وده جزء ونحط الثري ارياز على بعض. يلا نشوف الفيرست ميثود يبقى ذا فيرست ميثود هتبقى عباره عن ايه؟ الاريا بتاع الريكتانجل ماينس الاريا بتاع السكوير يبقى ذا اريا اوف ذا ريمينينج بارت هتيكوال معانا الاتي الاريا بتاعة الريكتانجل 9 تايمز 6 ماينس الاريا بتاعة السكوير ده اللي هي 4 تايمز 4 9 تايمز 6 54 16 4 ماينس 6 ما ينفعش هنبور 1 من ال 5 تبقى 4 وال 4 تبقى كام 14 14 ماينس 6 8 و 4 ماينس 1 يديني 3 سنتيمتر سكوير دي اول طريقه ايه تاني طريقه نقسم الشكل نعمل ده كده يبقى ده اول شكل وده تاني شكل وده تالت ايه تالت شكل ده ريكتانجل 3 تايمز 4 طيب دي هنا كده خدوا بالكم 4 وده ريكتانجل تاني 2 تايمز 4 والريكتانجل ده كل دي 9 ودي كلها 6 هناخد منها 4 يبقى الحته دي بس ايه 2 سنتيمتر يبقى السكند ميثود هنقول the area is هنا 3 تايمز 4 بلس هنا 2 تايمز 9 هنا 2 تايمز 4 اللي هي 12 بلس 18 بلس 8 12 و 8 20 بلس ال 18 يبقى 38 سنتيمتر سكوير زي دي بالظبط يبقى احنا الطرق دي لازم نعرفها كويس ازاي نحسب الاريا للاشكال اللي فيها جزء ناقص. طيب ايه المطلوب مطلوب بعد كده؟ عايز البريمتر اوف ذا ريمينينج بارت، عايز البريمتر بتاع الايه؟ الشكل ده اللي متبقي ده. يبقى ذا بريمتر از ايكوال نيجي نبص كده 9 plus 6 plus 6 plus 4 plus 4 plus 4 plus 2 plus 3 يبقى 9 plus 6 plus 6 plus 4 plus 4 plus 4 plus 2 plus 3 يدينا كام؟ 6 و4 10 و6 و4 10 يبقى 20 يبقى انا عندي 20 plus ودي 9 4 و2 6 و3 9 9 و 9 18 يبقى 20 بلس ال 18 اللي هي 38 سنتيمتر وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون، ليسون جميل جدا عرفنا فيه يعني ايه كلمة اريا وعرفنا ان الاريا دي بقيس بيها ال بتاع surface عندي اكتر من سرفيس عايز اقارن ما بينهم لازم اجيب لهم الاريا وعرفنا ان انا عندي ستاندرد يونت مهم اقيس بيها الاريا اللي هي ايه اللي هي السكوير يونت وخدنا قانونين مهمين اللي هو القانون بتاع ازاي اجيب الاريا بتاع السكوير وازاي اجيب الاريا بتاع الايه الريكتانجل يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله